العمليات دي دلوقتي بقت عادي يا سلمى، بتتعمل في كل حته في الدنيا، بس احيانا في بعض الدول بتمنع انه العمليات دي تتم من متبرعين، فبيضطر المرضى ان هم يدوروا على متبرعين في دول تانية. مش معقول المبررات، مش معقول. لو هو ده السبب اللي هيريح ضميرك تبقى مغيب. اللي حصل حصل، المهم دلوقتي نشوف حل في المصيبه دي. انا كلمتهم يحطوه في الثلاجه لحد ما نشوف حل مع السفاره. لا ده كده بقى الدكتور ما قالكش ابعاد المصيبه. ما تقول يا دكتور انه مش هينفع. سهل دكتور السفاره يكتشف ان الجثه عدى عليها وقت لو اتحطت في التلاجه. يعني ايه؟ يعني اي دكتور ابن امبارح هيعرف ايه سبب العمليه، وهيعرف ان بقاله مده في التلاجه، وساعتها هيوديكوا في 60 داهيه. الوقت اللي بيعدي ده مش في صالحنا. العمل ايه يا سلمى؟ نتصرف ازاي؟ هو ايه اللي نتصرف ازاي؟ ده ما كانش اتفقنا. هو انا يعني كنت اعرف انه هيموت في ايدي؟ في تحاليل عينات قبل تضرب اي مشرط في جتته. ده شغلك مش شغلي. انا اللي عليا عملته. ولو بسبب هخش السجن وده مش هيحصل. هو انت هتسيبنا في المصيبه دي وتخرج؟ ما تخافش يا دكتور، محدش هينفع يخرج من المستشفى دي غير بحل. حلوها يا دكاتره، ها؟ حلوها. الو، وصلت المكتب؟ انا في دور العمليات، جاي لك على طول. سلام. راجل مين اللي مات يا مروان؟ انت بتلبسيني يا بنت ولا ايه؟ كل مره بسال نفسي اشمعنى سليم. هو دلوقتي داخل دماغها عادي، القلب وما يريد مصاحباه عادي، انما بره مش في الشغل. انت كده بتضريني. انت طلبت دكتور يمشي لك كل عملياتك، وانا جبت لك الدكتور اللي تقدر تحطه في جيبك. اه البيل اللي انت جبتيه ده بسببه في واحد ميت في المستشفى، وكل ثانيه بتعدي عليه بتقربنا من السجن. وهي دي المره الاولانيه اللي يعملها؟ ما هو عامل عمليتين قبل كده ونجحوا. في ايه يا مروان؟ جاي دلوقتي تقول لي ان انا السبب؟ جايبك هنا عشان نشوف حل في المصيبه اللي احنا فيها. واذا كان الواد ده صاحبك فانا مروان صاحبين. اه يا مروان، انما اللي بينا انت عارفه كويس قوي. لو حكمت همضيه على المستشفى على فكره ويشيل شيلته. بس انا مخليه ده لو الدنيا عكت. اهدى اهدى بس يا مروان كده، وخليني الاول اروح الاستقبال امن ورقنا. المتبرع فين دلوقتي؟ مش عارف. وقت ما فرانسوا مات نقلناه من العمليات على اوضته. لا ما هو ما ينفعش المتبرع يفضل في المستشفى. خليني اكلمهم في الاستقبال واشوف هو فين. سليم فين طب دلوقتي؟ سليم مع مراته سلمى في العمليات.